اكتشاف صفاتنا واختبارات تحليل الشخصيات من الحاجات اللي دايماً عليها إقبال من معظمنا، لأنها بتكون سريعة وسهلة وكمان بتساعد أننا نعرف حاجات أكتر عن نفسنا وعن اللي حوالينا. ضيفنا النهاردة خصص محتوى لتحليل الشخصيات وجمع لنا شوية اختبارات سريعة نقدر نجربها بنفسنا، وشرح لنا كمان حاجات كتير، والناس على السوشيال ميديا اتفاعلوا مع الفيديوز بتاعته وحقق ملايين الفيوز، لان طبعا المحتوى اللي بيقدمه مختلف وكمان مميز. منورنا النهارده في ترانز وائل الباسل. ازيك يا وائل؟ ازيك يا ريم، عامله ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انا مبسوط ان انا معاك طبعا، دي اول حاجه. وانا كمان، وعايزين نلعب بقى النهارده تحلل لنا شخصيات وتعمل لنا حاجات هنعمل كل اللي نعرف بيها المذيعه دي شاطره ولا مش شاطره. اكيد شاطره بغير اي حاجه. ميرسي يا وائل. بدايه عايزه اعرف انت بتدرس ايه وكمان بتشتغل ايه وايه اللي خلاك تدخل السوشيال ميديا؟ طيب مش عايزك تتخض. اوكي. مبدئيا انا دراستي هندسه. اوكي. بترول. بعدين اول ما خلصت كنت معيد في الجامعه، فبديت الدراسه بعد كده تاني، بديت ماسترز في بترول. بعدين في مصر. في مصر. اوكي. بعد كده ماسترز في بيزنس. اوكي. دي خلصتها. وهوايه بقى على جنب موضوع الفيديوز، لان من السوشيال ميديا او السوشيال ميديا عامه. موضوع السوشيال ميديا والفيديوز ونطلع اتكلم والكلام ده كله اكتشفته ايام الجامعه. يعني ايام الجامعه الستودنت اكتيفيتيز دي حاجه، يعني لو اي حد في النشاطات بتاعه الجامعه. اوكي. النشاط الطلابي في الجامعه واتحاد الطلاب، وانك انت تطلع بتتكلم مع الناس، انك انت بتساعد الطلبه، الحاجات دي بتعرضك لحاجات كتيره، بتكتشف حاجات كتيره في شخصيتك. فانا من ساعتها اكتشفت ان هو انا الى حد ما ممكن اطلع اتكلم قدام الناس. الناس ممكن تسمعني، الناس ما بتزهقش لما اطلع اتكلم والحاجات دي. شويه بشويه طورت بقى الموضوع في فيديوز، ولما بقيت متفرغ الى حد ما شويه. دي البدايه. طيب واول فيديو عملته؟ أول فيديو عملته دايما البداية هي الصعوبة، لأن أنت لما بتطلع في الأول أنت بتطلع قدام صحابك، الناس اللي عارفينك، فدي أول حاجة بتبقى صعبة. تاخد بقى طبعا كم تريقة في الأول، وكمل إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده، والحاجات دي أكيد كلنا عدينا بيها صح؟ يعني وبتفضل الكلام ده أنت فاكراه لناس معينة، بيقولوا لك أنت عملتي كذا، وأنت كلمتين اللي قالوا لك عنك في الأول والحاجات دي. أنا فاكر أول فيديو كنت عملته خالص كان عن الأفراح. كنت راجع من فرح، وبعدين كنت لسه لابس، وكذا حاجه في الفرح يعني لفتت انتباهي. الموضوع الاكل، موضوع الناس مش عارف ايه، الحاجات دي كلها لفتت انتباهي شويه. فروحت عامل فيديو. انا لما بتفرج على الفيديو ده دلوقتي يعني بقول لا، انا ما كانش المفروض ما كانش المفروض اتكلم على الفيديو ده شويه. ايه اللي حصل؟ ما هو انت بتشوفي في الافراح في العادات والتقاليد عندنا حاجات ستيريوتايبنج او حاجات بتتكرر دايما في كل فرح. أوكي. ما بتتغيرش من اول البوفيه لحد الدخله بتاعه الصلاه على الزين، الصلاه على الزين، الحاجات دي كلها. فانت بيبقى عندك شويه حاجات عايزه تقوليها بقى، اللي هو لا يا جماعه كفايه، عايزين نغير، عايزين نجدد، الحاجات دي كده يعني بقت زياده او اوفر. فطلعت اتكلمت عن الموضوع ده، وكاي نوع فيديو كنت بقيت اعمله بعد كده، ان هو انا بحاول لو هو حتى هيبقى مضحك شويه او فيه يعني ضحك او ساركازم، بس يبقى فيه رساله. يعني انا عايز بس اقول كلمه في الاخر، يعني بلاش عادات وتقاليد، نغير منها شويه، الزمن بيتغير فنطور من نفسنا. بعديها عملت 3-4 فيديوهات كده ورا بعض. بس انا هقول لك حاجه على موضوع العادات والتقاليد بتاعه الافراح دي. على قد ما احنا فعلا طبعا هي بتتكرر طول حياتنا، بس هو كل بلد مثلا عندها الحاجات اللي هي لازم بتعملها في الافراح، والبنت عامه ما بتحسش ان هي عروسه غير لما بتعدي بالموقف ده كله. يمكن انت بتتكلم برده شويه من وجهه نظر راجل. أكيد. بالنسبه له الحاجات دي ممله شويه او حاجه، بس البنت بالنسبه لها اللي هو زفتي وتورتتي ووردي و... لا طبعا، والزفه والتورت مش هيجي جنبهم، بس قولي مثلا ايه فايده حركه الشوكه؟ تمام. يعني لا دي انترناشونال، دي مش مصريين بس. يعني في حاجات كده لا مش هينفع يا جماعه، دي لازم، دي محتاجه فيديو، دي محتاجه تتكلم عنها. بعدين ابتديت بقى اتكلم في حته الشخصيات دي بس من بعيد شويه. في بالنسبه لنا كاولاد وبنات، ازاي افهم دماغ البنت عامه بتفكر ازاي، وبنت ازاي تفهم دماغ ولد بيفكر ازاي. دي سهله انك تفهم بقى دماغ البنت دي، انا بشوف انها مستحيله. انا اهو سبته بقول لك مستحيل. انا عايز اقول لك عملت الفيديو ده كنت خايف في الاول ان يبقى فيه شويه هجوم من البنات، لان انا ولد وبيتكلم على البنت بتبقى في حته ايه سنسيتيفيتي، في حته حساسيه كده شويه. بس لقيت ان البنات مقبلين على الفيديو اكتر من الولاد، فحبيت ان انا اكون عادل، فروحت عامل الناحيه الثانيه فيديو عن الاولاد. طلع الناس كلها فاهمين الاولاد، اللي هو سهلين، انت سهل، انت مفهوم، بس موضوع البنات ده هو اللي كان الناس كانت عايزه تفهم فيه. مرورا بقى بموضوع الاهالي في الجواز والكلام ده كله، فاخدت كده سلسله ورا بعض. اوكي. ومن هنا ابتديت اعمل شويه بقى حاجات مختلفه، كل شويه بغير الكونتنت شويه. ليه؟ يعني صانع المحتوى دايما بيحاول يشوف محتوى الناس بتقبل عليه، فبيريح نفسه من فكره التفكير كتير، وانا بس هثبت على ده وافضل مكمل فيه والناس هتعرفني عليه. انا ما بحبش اعمل كده.
انا بحب كل شويه اتحدى حاجه جديده. يعني انت مثلا ابتديت بالفيديو بتاع الفرح ده يعتبر كونتنت كوميدي. وبعدين بعد كده دخلت على تحليل الشخصيات ولا في حاجه ثانيه في النص؟ دخلت يعني الاول كان كوميدي او لايت كوميدي في النص في الاول، وبعد كده دخلت على حاجه ساينتفك. كنت بتكلم مثلا فور اكزامبل يعني على هرمونات الرجاله، ان ممكن الرجاله يحصل لهم تغيير في المود وفي المزاج زي ما بيحصل لاي حد، بس حاجه زي مثلا هاجمت بسببها. بس انا برضو في اول بس دي حاجات علميه، دي حاجات علميه. بجيب هو انا بتكلم ليه في الحاجات العلميه دي او مثلا موضوع الشخصيات؟ لما انا كنت معيد في الجامعه هي الفكره جات لي من هنا. انا كنت نفسي ان حد يشرح لي المعلومه بنفس الطريقه بشرحها للناس. انا بحب ابسط المعلومه جدا، ده بتبقى منافسه بيني وبين نفسي. هي المعلومه عامله كده مقعلصه شويه تخينه شويه، انا عايز اسهلها ازاي، عايز ابسطها ازاي واقدمها لقدام بحيث انه يبقى فاهم. انا بحب اعمل كده دايما في الفيديوهات، اختار حاجه صعبه. لا والمتلقي كمان بيفضل فاكر المعلومه لانها دخلت في دماغه بطريقه مبسطه. بالظبط بالظبط، فتكون طريقه حلوه جدا. طب قول لي بقى الفيديو اللي انت عملته بتاع الغش، اوكي عايز اعرف عنه انهي واحد فيهم، انهي حاجه عن الغش؟ عشان اتكلمت في اكتر مره عن موضوع الغش. اتكلمت في اللي هو اختبار الغش. اختبار الغش، اوكي. طيب مبدئيا طبعا في تسميات الفيديوهات بتبقى في حاجات كاتشي، يعني الكابشن لازم يتحط كده تبقى حاجه عشان خاطر تشدك شويه. لو انت عايزه دلوقتي نجرب نعمل اختبار بسرعه ممكن نعمل حاجه زي كده. اكيد هطلع غششه كبيره، يلا. يلا مين؟ لا مش هنتكلم في غش، هنتكلم في حاجه ثانيه بس انا عايز افاجئك بيها. اوكي تمام، عايز ايدك تبقى فاضيه الاول كده. اوكي وبعدين ضمي ايدك كده على بعض وحطي ايدك كده، صباع اليمين فوق ولا الشمال هو اللي فوق؟ الشمال. الشمال هو اللي فوق. في ناس بتبقى الديفولت بتاعهم او السهل بتاعهم الاول اليمين فوق. اوكي ده برضو من ضمن النظريات. لا خلاص طب انا ايه طلعت ايه؟ طيب انا عايز اعرف. انت قلتي دلوقتي انت اليمين فوق الشمال فوق. انت الشمال فوق. طيب لما حد يبقى صباعه الشمال فوق بيبقى رايت برين. اوكي لما حد اليمين فوق هو بيبقى ليفت برين. تمام، دي برضو من ضمن. نشرح بقى بطريقه مبسطه للمشاهد، يعني احنا دلوقتي لما تيجوا تعملوا ايديكوا كده لو صباعك الشمال فوق يبقى ده معناه ان انت بتفكر، يعني بتفكر بنص عقلك اليمين. تمام، لكن العكس يعني بالعكس. لكن لما صباعك اليمين يكون هو اللي فوق ده معناه ان انت بتفكر بنص عقلك الشمال. تمام، وده برضو في الاول وفي الاخر دي نظريه علميه انا عملت عنها فيديو، وبحط دايما المصادر بتاعتي موجوده دايما في اول كومنت عشان الناس اللي عايز يطلع عليه. ده بتقول ايه؟ ان الناس صباعها اليمين فوق فهو بيفكر اكتر بنص مخه الشمال. مش معناه انك انت نص مخك اليمين ما بتفكرش بيه، بس هو الغالبيه هو. طب ده بيدي ايه عن الشخصيه، مميزات عنها؟ ان هو بيبقى شخصيه مايل اكتر للعشوائيه، ان هو في عنده حس فني. الناحيه الثانيه بيبقى الراجل او الشخص مايل للتحليل، بيميل للعمليات الحسابيه. ده لما يكون لما يكون الصباع اليمين فوق، الصباع اليمين فوق فيبقى ليفت برين. تمام، يبقى ده بيميل، ده بيحب بقى العمليات الحسابيه وعشوائي. منظم؟ لا ده منظم. ده اللي منظم. ويميل للعمليات الحسابيه. تمام، الثاني يكون الى حد ما عشوائي. في حس فني. مش منظم قوي. بيحب الفن. لا لا معلش بقى يا وائل، انا عايزه اقول لك انا مشكلتي في حياتي ان التنظيم ده. ما انا بقول لك هي النظريات في الاول وفي الاخر، فعشان كده في ناس هتتفق على الفيديوز وفي ناس ما بتتفقش على الفيديوز. انا ممكن اقول لك الرساله اصلا من ورا الفيديوز دي كلها. وبقولها من فيديو للتاني. موضوع الشخصيات ده عامه احنا بنهرب من نفسنا طول الوقت. يعني انت ممكن تقعدي تتكلمي مع واحده صاحبتك بالساعات تسمعي مشكلتها وتقولي لا اصل انت في الموقف الفلاني اللي عملتي كذا فده معنى كذا، بس الواحد ما بيقعدش مع نفسه. احنا ما بنقعدش هو انا بفكر انا عملت كذا في الموقف ده انا المفروض ما اعملش كده. كم مره الواحد مثلا في خلال اسبوع بيقعد يقول ايه؟ لا انا شخصيه حساسه وبتضايق من 1 2 3، بس انا الكويس فيا 1 2 3. انا دايما بقولها في الفيديو في اخر الفيديو او في النص، يا جماعه هدف الفيديو ده كله سواء كان اختبار او كانت لعبه، كان مبني على حقائق وفاكس او كان مبني على لعبه، انا عايزك تسيب نفسك دقيقتين بعد الفيديو تفكر انا مين في الشخصيات دي؟ انا ايه كويس فيا؟ انا ايه اللي محتاج احسنه من نفسي؟ انا عايز واحد يبقى عنده سلام نفسي وتقبل مع نفسي. مش معنى مثلا ان اللي قدامي عنده برزنتيشن سكيلز او بيعرف ان هو يتكلم ويشرح ويقوم يتكلم مع الناس ان ده الحاجه الكويسه دي في الشخصيات، لا. طب ما انا ممكن سكوتي تبقى ميزه ان انا اقعد كده وافهم الناس بيعملوا ايه، بيتحرك ازاي، وانا افهم البني ادمين غير ما يتكلموا برضه تبقى ميزه. يعني ما فيش حاجه في الشخصيات هو ده التوب بتاعها، هو ده احسن حاجه. فده الرساله دايما من الفيديوهات بتاعتي، انك انت تقعد مع نفسك وتفهم انت ايه، تكوينك عامل ازاي، وتتقبله وتبقى مبسوط بيه. طيب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاع ازاي تختار صحابك. اوكي ونرجع تاني. اوكي
انت انهي شخصيه وسط اصحابك واصحابك شايفينك ازاي، وهقول لك نصيحه تطور بيها شخصيتك على حسب اجابتك في اختبار تحليل الشخصيه ده. هسالك كذا سؤال وبناء على اجابتك هيكون في تحليل اخر الفيديو. في كل سؤال هيكون ليك 3 اختيارات، ليك انك تختار اجابه واحده بس، واحده يعني 1 زي المليون متابع اللي احنا وصلنا لهم. ونصيحه عشان ما تنساش اجابتك، ابقى اكتبها في الكومنتات عشان ترجع لها اخر الفيديو واعمل لها بوست وانا هبقى ارد عليك. جاهز؟ خد نفس ويلا بينا. السؤال الاول، انهي اكتر مجموعه في الثلاث مجاميع اللي هقولهم لك دلوقتي بتوصفك؟ المجموعه الاولى خجول مفكر ومبدع، المجموعه الثانيه هادي صادق فريندلي او ودود، المجموعه الثالثه بيحب خروج وكاريزماتيك او عنده كاريزما. لو كنت اخترت المجموعه الاولى ادي لنفسك 5 نقط، لو كنت اخترت المجموعه الثانيه ادي لنفسك 10 نقط، لو كنت اخترت المجموعه الثالثه ادي لنفسك 15 نقطه. السؤال الثاني، ايه شغلانه احلامك او نفسك تكون شغلك؟ الاجابه الاولى مصمم مصور او شغل فيه ابداع، الاجابه الثانيه ممثل مذيع او مغني، شغلانه فيها اضواء او سبوت لايت، الاجابه الثالثه دكتور مهندس او صاحب بيزنس، يعني شغلانه معروفه ليها كارير معروف. طب بمناسبه الفيديو ده انا عايز اعرف منك، لو تقدر تغششنا شويه تقول لنا ايه الانطباع اللي اخده مثلا من حاجات معينه اول ما قابل حد؟ جميل جدا السؤال ده. من اكتر الحاجات اللي بتجيلي دايما انك انت تعمل فيديو عن لغه الجسد او اللي هي البادي لانجوج. اوكي البادي لانجوج، الموضوع ده برضو انا مش لاقي فيه علم عشان خاطر اتكلم عنه على قد ما هو استاديز او دراسات او نظريات. تمام، بس انا كواحد لما بخش مكان واقعد مع حد اول مره انا بفضل ساكت بسمع اكتر ما بتكلم. لما اللي قدامي بيتكلم هو تكلم حتى اراك بمعنى الكلمه، الواحد طول ما هو بيتكلم طول ما هو بيعبر عن شخصيته انا باخد بالي من حركات الايد. يعني مثلا ممكن تلاقي حد وقاعد بيتكلم قاعد بيترعب في صوابعه بيهز رجله. ده معناه ايه بقى؟ الى حد ما في بعض التوتر. تمام، تلاقي حد عينيه مش راكزه، يعني انا مثلا مفيش اي كونتاكت، يعني مفيش، ده برضو معناها ان هو متوتر الى حد ما، او اللي هو لسه ما خدش على الشخص اللي قدامه. مش كذاب يعني، عشان دايما يقول لك العين وبتهرب، ده بيبقى معناه انه بيكذب. وبيقولوا دايما ان اللي بيحلف كتير بيكذب. هي ملهاش ماسكه وملهاش قاعده وملهاش ملكه في الاول وفي الاخر، انت على حسب انت عايز تشوف الشخص عامل ازاي. بس في حاجات بين الشخص متوتر، مش معنى انه متوتر ان هو كذاب، مش معنى انه يقول حاجات غلط، بس ممكن ايه مش واخد على المكان، الاضواء ما بيحبش يقعد فيها، ما بيحبش يقعد في اماكن زحمه، الحاجات دي كلها. ففي اكتر من حاجه الواحد ممكن ياخد باله منها، حركات الايد، حركات الرجل، نبره الصوت. ما انا ممكن اتكلم معاك وتلاقي صوتي واطي. طب هل انا صوتي واطي عشان بكذب ولا عشان انا مش واثق مثلا في نفسي مكسوف. شويه او مكسوف منك او مش متعود حتى ان اتكلم قدام ناس؟ فليه اكتر من حاجه، فانا باخد دايما بالي من الصوت، من الحركات بتاعه الايد ولغه الجسد والكلام ده كله، والنظافه الشخصيه للبني ادم. يعني دي حاجه بهتم بيها جدا. طيب انت كنت عملت فيديو عن الاذكياء، اوكي فاكره بس ممكن نعمل حاجه لعبه ثانيه. طب قول، احنا من ضمن الحاجات اللي الواحد بيقولها او دايما تلاقيها موجوده في السي في ان الواحد بيعمل اكتر من عمل في نفس الوقت، اللي هو اسمها مالتي تاسك. تمام، فالدماغ الواحد ممكن تتقبل ان هو يعمل حاجه، وممكن واحد يقتصر ان هو ايه هيعمل حاجه واحده في الوقت، يا اكتب يا اسمع. عارف مثلا لما تكون انت كلمت تليفون وحد يكلمك، لا انا بتكلم في التليفون، انا برضه بعمل كده على طول مع ابني، اديني حليته لك من الاول. طيب ايه رايك تعملي كده؟ تمام، في صباع هنا وفي صباع هنا وفي صباع هنا وفي صباع هنا، دول هنحتاجهم بس. وبعد كده تيجي تطلعي دول مع بعض ودول مع بعض، دول مع بعض دول مع بعض ورا بعض. اوكي، لا ده انا مستحيل، ده انا ممكن اقعد فيها 3 ايام اساسا اهي. لا مفيش امل، ده معناه ان انا اكيد مش بعمل كذا حاجه في نفس الوقت. يعني دي برضو موضوع محتاج ان هو تمرين، ان انت بتعمل مالتي تاسكينج مع بعض ولا لا، هل تعرف تركز في اكتر من حاجه في نفس الوقت ولا لا. فده يرجع برضو هتلاقي طبيعه الشخصيه عندي. ان انا بدرس حاجه بشتغل حاجه بعملها، فتلاقي حاجات مختلفه عامل كذا حاجه في نفس الوقت. لا انا عكسك، انا لازم اخلص الحاجه وابتدي في اللي بعديها على طول. ما دي حاجه كويسه، انت هتلاقيكي بتدي وقتك الحاجه 100% فبتخلصيها على اكمل وجه. انا مثلا بالنسبه لي واخد موضوع ان هو ايه، انت خد من كل موضوع معلومه بس ما تاخدش كل معلومات من موضوع واحد. فهو كل في الاول وفي الاخر هي شخصيات وتفكير. هل شخصيتك هي اللي غلط؟ هل شخصيتك غلط؟ لا شخصيتك صح، وشخصيتي الى حد ما صح، بس كل واحد وتفكيره عامل ازاي. في الاول وفي الاخر دي برضه بترجع لفكره الشخصيات، ان كل واحد بشخصيته هي جميله على كده. يعني انا بتضايق جدا لما الاقي حد يقول انا عيبي في شخصيتي ان انا طيب. لا ده مش عيب خالص، ده بالعكس، يعني البركه اللي موجوده والطيبه الموجوده في العالم اللي احنا عايشين فيه دي ما كانتش تبقى موجوده لولا الناس الطيبين الموجودين وسطنا. هسمعك كلمه، نص الناس هتسمعها حاجه والنص التاني هيسمعوها حاجه تانيه خالص، مين فيهم اللي صح؟ اخر الفيديو هخليك تعرف. عايزك 5 ثواني ركز. هل سمعتها لورل لورل ولا يعني
ياني. انا اخويا كان قاعد جنبي وانا بحضر الفيديو ده وبيحلف لي انها ياني وانا مش سامع غير لورل لورل. اخر الفيديو هخليك تسمع الكلمتين ونقرر مين صح. الاختبار اللي جاي ده هسميه للاذكياء فقط. عندك سؤالين عاوزك تبقى لماح وانت بتجاوب، كل اجابه صح هتدي لنفسك نقطه. دي كيكه عيد ميلادك، ازاي بالثلاث حركات بس وانت بتقطعها تطلع 8 قطع متساويين، 7 قطع لاصحابك وقطعه ليك. لو شايف ان 10 ثواني مش مكفيينك دوس ستوب لحد ما تلاقي حل، وخليك فاكر بالثلاث تقطيعات بس تطلع 8 قطع متساويين. طيب وائل انا هسالك اخر سؤال. انا اكيد السؤال ده ممكن يكون بيهم ناس كثيره جدا حوالينا خصوصا الشباب، ايه الحاجه اللي المفروض اعملها وانا رايحه اعمل انترفيو لشغل جديد؟ ايه الانطباع اللي انا المفروض اسيبه عشان احاول اخد الشغلانه دي؟ هو حلو في الكلام ان انا كنت يوم من الايام عامل فيديو عن الموضوع ده، تمام؟ فانا هسترجع لك اللي انا كنت بتكلم فيه. مبدئيا الانترفيو ان الواحد يروح قبل ميعاده، تمام؟ لان دي بتبقى مشكله كبيره جدا الواحد يبقى متاخر. طبعا دي بتدي انديكيشن الشخص ده مش مهتم ومش مسؤول وممكن ما يكونش قد المسؤوليه كلها. الاهتمام بالمظهر العام، الواحد يبقى مهتم بشكله وبمنظره وعلى حسب المكان اللي رايحه. يعني ما لاقيش حد مثلا رايح في شركه ان هو رايح بتيشيرت وشورت، لا انا لابس بنطلون لابس قميص رايح، انا بمثل نفسي قبل ما امثل الشغلانه اللي رايح. طبعا ان الواحد يكون متحضر ان في اسئله معينه بتتسال، فعادي لما انت تخش وتتفرج تشوف ايه الاسئله اللي بتتسال دايما في الانترفيوهات وازاي ارد عليها. يعني كان من ضمن الاسئله كنت سالي قبل كده في انترفيو ايه العيب اللي فيه او قول لي عيب شديد فيك. قعدت افكر كتير، طب ما انا لو قلت له العيب اللي فيا طب ما هو هيمسك عليا حاجه. لما عرفت ان ليها اجابه نموذجيه، ايه بقى الاجابه النموذجيه؟ انك انت بتيجي على حساب وقتك الخاص عشان شغلك، عشان خاطر شغلك، فبالتالي ما عندكش وقت خاص. هي اجابه في منتهى الروعه. انا كنت سياسي جدا، انا ضحيت بوقتي عشان شغلي. عشان شغلي احنا بقى محتاجين مين اكتر منك في الشغلانه دي اكيد. وطلعت لك عيب. فان الواحد يكون متحضر، وطول ما انت متحضر وجاي في دماغك الاسئله فانت مش هتتوتر. صح. وعادي لما تغلط، وعادي لما تقول انك انت مش عارف. في ناس في انترفيوز كتيره بيكونوا بيحترموا الكلمه دي جدا، بيفضل يزنق الواحد لحد ما يقول مش عارف، لان هو مش عايز واحد عنده كبر، عايز واحد لما يغلط يرجع لمديره يقول له. صح. دي النصايح بتاعتي. ميرسي يا وائل جدا، انبسطت جدا معاك في الانترفيو وفدتنا كتير قوي. ده متشكر ليكي جدا وانا اللي اتبسطت. ان شاء الله نتقابل تاني. ان شاء الله. ميرسي جدا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.